وورق عن بؤس وكتب باسم الله لما بعد فقد اشترى لم يقل فلان من فلان وانما بيت من بيت ضررا وقعت على قلبه حتى كادت ان تنسله ذكر الله اراد ان يعيده الى رشده والى صوابه فامسك بقلم وورق عن بؤس وكتب باسم الله لما بعد فقد اشترى لم يقل فلان من فلان وانما بيت من بيت ضررا خشبة الغسل وينادى عليك من قبل الملك يا ابن آدم أين سمعك ما أصم أين بصرك ما أعماك أين لسانك ما أخرسك أين صوتك الشجي ما أسدك أين ريحك الطيب كانوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.